السلام عليكم. كما العادة تثبت مباشر. السلام عليكم. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية خاصة الناس المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، كنرحب بكم بزاف من أعماق القلب نتاعي. موضوع اليوم هو موضوع ديال هذيك مجزرة سلا اللي خلات في نفوس المغاربة، يعني خلات واحد الطبيعة اللي خسرت واحد الجانب، يعني من واحد صورة المغرب، كأن يعني المغرب ولا بحال فيتنام أو ما شابه. فبالعكس هذه واحد الجريمة اللي كان يعني مصدوم فيها كل شيء، يعني صغير وكبير، وما كانتش يعني أتوقع في مخيلات يعني المغاربة. وكنتمناو بأن يعني السلطات دير المجهود ديالها وراها دايرة يعني باش تحارب بحال هاد الأفعال هذه، اللي يعني خاصها واحد العقوبات اللي خاصها تكون يعني جاري بها العمل. كما كتلاحظوا يعني على نهار السبت، يعني على الرابعة صباحا، يعني كنت يعني كل شيء تهز، يعني كل شيء تفاجأ. المغاربة اللي داخل الوطن أو خارج الوطن يعني تفاجئوا بواحد القضية. يعني شنو هي هذه القضية؟ يعني مقتل 6 يعني أفراد من عائلة واحدة، الكلاب نتاعهم اللي كانوا في السطح تاعهم مذبوحين، يعني الرضيع اللي تصور اخوتي بنادم ما يبقاش فيه رضيع. فهذا انا اصلا ما هنسميهش بنادم، واصلا ما هنسميهش مغربي. هذا يكون ها هارب مشي بلاصه وجاي لهنايا. علاش انت الرضيع اللي ما بقاش فيك؟ الاب فرحان بالرضيع نتاعو وانت تنوض حتى هو تذبحو او خليته يموت محروقا، وانتم عارفين اشد العذاب هو الحرق. هذا يعني ما تقولوش كان مقرقب او كان يعني في واحد الحاله اللي هي يعني مرفوع، ما يمكنش. هاد السيد راه عارف شنو كيدير، بحيث الاقفال ديال الباب كتب محكمه. السيد كان عنده السوارز، السيد شوف ربما ضاخ على مول الدار ومشى نسخ على المفاتيح ديال المنزل تاعو. القضيه ما وقفتش هنايا، يعني بالضبط قتلهم لهم على الرابعه صباحا، يعني شعل فيهم العافيه. وماشي هكاك السيد كان جايب، هذا دابا هذا هو التحليل اخوتي المغاربه اللي خصكم ديروا. السيد كان جايب يعني كالسيد عوال يقتل اي واحد لقاه في الدار فديك النهار فهو مات، يعني تفنى. علاش؟ اذا هاد باين كيعرفوه، يعني باين السيد كيعرفوه، ربما كان تعشى معاهم، السيد كان معاهم. هذا هو الاحتمال رقم واحد، السيد خصو يكون تا هو من العائله او صاحبه جاي يتعشى معاهم. هذه هي الحاجه اللي نشوفوها اول حاجه. ثاني حاجه، القضيه ما وقفتش حد لهنايا، القضيه كانت فيها خلافات. وقبل ما ندخل في الخلافات خصنا نشوفوا اول حاجه علاش هاد السيد دار هكا، وكيفاش وقعت هاد الواقعه هادي، وعلاش السيد هاد الهدوء كامل اللي فرضيته، وعلاش هاد السيد هذا داير كاميرات، وعلاش هاد السيد هذا داير كلاب. يعني هو اصلا واش كيتاجر في شي حاجه اللي هي غير قانونيه؟ فبعد الابحاث يعني اكتشف لهاد السيد هذا بواحد المعنى اللي كيعرفوه المغاربه، كي كان عسكري اصلا سابقا. وحنا نحيدو يعني الشكوك بانه كان عسكري، كانوا عنده حسابات هذيك الهضره الخاويه، فراكم عارفين كل شيء وشنو كيقول. فهاد القضيه هادي ان ايفيتيوها، حيدوها. القضيه اللي هي فيه الشك في هاد السيد هذا، من بعد ما خرج من العسكر بواحد التقاعد ديال 2000 درهم، تمايا بدا كيستثمر، بحيث نتوما عارفين ديك حي الرحمه فهو حي شعبي. دار تمايا واحد كسيبات، قبل ما يدير كسيبات او قبل ما يشري الهوندا، كتفاجئوا بانه هاد السيد مات هو والعائله نتاعو من بعد ما شرى الهوندا بعض الايام. هنايا يعني القضيه باقا ما تبينش اللغز نتاعها. هنايا
اخوتي السيد دار بهذا المعنى اللي قلت لكم قبيله قشقال. شنو هي قشقال؟ كيبيع كيشري اول حاجه الحديد، يعني لا فيراي، حنا كنقولوا مول لا فيراي مول ليزافيل، كل واحد شنو كيسميه. كيشري هذاك الاثاث القديم، وماشي غير الاثاث القديم المنزلي، فكيشري الحديد، نحاس، روبينيات، كل ما هو حديد او نحاس او بلاستيك، شي حاجه اللي كتعاود تدويبوها. وهو كيبيع المعامل اللي في كازا، بحيث المعامل اللي في كازا هما اللي كيعطيو اعلى ثمن. فمن بعد هاد السيد هذا ما بقى كيتاجر في هاد الشيء، ما قنعوش هاد الشيء، ما قنعوش ديك الصالير ديال 2000 درهم اللي كيشد بالتقاعد، ما قنعوش ديك السنتيمات اللي كيشد من هداك الفتات او من هداك الحديد اللي كيجيب ويعاود فيه البيع يشري مع هادو. وكنتو باقا كما كتعرفوا هاد القجاقلية هادو كيشريو تاع الخبز، يشريو الميكا، يشريو النحاس، يشريو الومنيوم، يشريو كل شيء. فهنايا دخل عالم السيارات، يعني معلومات معطيات كتأكد بأن هذا السيد كان كيتاجر في السيارات. يعني السيارة كيتاجر في القطاع، وهنايا تكون عنده واحد الربح اللي هو اكثر من بيع الحديد بالكيلو. حنا كنهضروا على القشقار راه كيبيعوا بالكيلو. هنايا مثلا جاب باب ديال الطوموبيل، ما يبيعهاش بالكيلو، باب ديال الطوموبيل على الاقل تكون فيها واحد، حنا نقولوا 10 كيلو. 10 كيلو هو يعني جابها على الاخر، كاع الكيلو يوصل 2 دراهم حتى 3 دراهم الكيلو على حسب الحديد. كل ما كان الحديد السمك ديالو غليظ كل ما كيتزاد في الثمن، حتى 7 دراهم. فالباب حديدها رقيق، فهنا يكون 2 دراهم حتى 2 دراهم ونص. يعني هو ما تقنعوش ديك ال20 درهم او حتى 25 درهم، حيث الا باعها هكاك الباب فتقد توصل غال باب وحده 100 درهم حتى 150 درهم الا باعها هكاك. هنا الشيء اللي هو تفاجئ به من بعد ما جاب له واحد خونا واحد اجزاء السياره بارا زهر، وشافهم واحد السيد وش ما شراهمش من عنده بالكيلو، فهو شراهم من عنده هكاك بياس. الشيء اللي خلاه يطمع، وانتم راكم عارفين اخوتي بان الطمع طاعون. هنا يعني تفاجئ هو من الارباح اللي كان هيربح واحد بعض الدراهم، فهو ربح بعض الاوراق النقديه. الشيء اللي خلاه يمشي للدار ويفكر مزيان ويشوف مع هاد السيد هذا، هاد السيد هذا اللي جاب له هذا أجزاء السيارة. هنايا بالفعل يعني اتفق مع هاد السيد هذا. الأبحاث باقا كتبحث، واش هاد السيد هذا اللي جاب له هاد الأجزاء من السيارة، واش هو اللي كان كيدير معاه صفقات، أو هاد السيد هذا هي سمسار لواحد العصابة أخرى اللي هي كتشد السيارات وكتبيعهم أجزاء لهاد السيد؟ واش هاد الشيء قانوني؟ واش بحال السيارة اللي ما بقاش صالحة لوالو، أو السيارة اللي كتباع في السيزي، راه هذيك اللي كتباع في السيزي راه ما كتباعش على اساس التعاود، كتباع على اساس تباع بياس. حاجه هذه قانونيه واضحه، لا في السيارات لا في الطوموبيلات، وما كتباعش غير سياره واحده، بل كيتباعوا واحد 20 حتى 30، كتعطى فيهم واحد، كتحط في المزاد وكتعطى فيهم واحد الثمن، وهذاك السيد لا ياخذهم، كيكون واخذهم على اساس يتباعوا اجزاء. حاجه هذه عاديه، ماشي يتعاود فيهم البيع. حتى الآن نقطة مزيانة،
في هذه العملية اللي رجعوا لها حنايا ديال قتل 6 أفراد من عائلة واحدة وحرقهم، وثم غبر لاثار ديال هذا السيد هذا، البيبان مشدودين. علاش هاد السيد داير كاميرات؟ علاش هاد السيد داير 3 القفولة في الباب؟ علاش هاد السيد داير 4 أو 6 الكلاب، عفوا 6 كلاب مانيلوا، والجيران كاملين كيشهدوا بأن بالطيبوبة نتاعو السيد ما كيأذي حتى شي واحد. فهنايا كتوقع واحد المسألة بحث، وهي مسألة عميقة، يعني ماشي واحد المسألة اللي هي سهلة. حنا دابا ما غردناش من هو القاتل، حنا غردنا من هي هذه العصابة، حيت ميمكنش سيد واحد يدير هاد الشيء او هاد الخطة اللي هي مدروسة بواحد الشكل اللي هو عبقري. يعني هو عارف بانه لو حرق تخفى البصمات، تخفى كل شيء، مقص عفوا القفولة الباب، شعل العافية من الجهة الاخرى المخالفة ديال المنزل باش الناس تبقى هي تما. الخطة مدروسة مع الرابعة صباحا، شيء اللي يؤدي بأن الناس أو ما يكونوش واحد الشهود اللي هما منصرمين. اغتنموا الفرصة في حي شعبي، وانتم عارفين الحي الشعبي أصلا هو فيه الحظيرة، فما يمكنش يكون فيه عساسة، الفقر ما يمكنش يديروا عساس وما براسهم محتاجين لهذوك الفلوس. فالقضية بقت محيرة، واش بالفعل السيد اللي جاب له أجزاء السيارة هو القاتل، او هذا السيد هو اللي كيتعامل مع هذيك العصابه وقع ما بيناتهم واحد ترافيك بحال دارها بيهم هاد مولا فيراي وما مرضاوش، حيت جابوا له واحد الاجزاء السياره. مهما هاد العصابه هادي خدامه في هاد الشيء، فاكيد هيكونوا واحد السيارات مسروقين، هذه ما فيها الشك، ودخل ما بيناتهم جدال كبير. هو عارف هاد مولا فيراي هذا بانه هما ما يمشيوش عند البوليس يديكلاريو، والحكم تاعو هو كان عسكري وعنده تجارب، يعني ما يخافش منهم بهذا المقصود هذا. فقال لهم اعلى ما خيلكم اركبوه، بحال كيقول المصري والله ما نعرف، المهم جريو طوالكم. فهنايا يعني هو مشى ضرب معاهم الضربه، ومشى دار الكاميرات، ومشى يعني دار الكلاب، ودار راسو بانه محصور من هاد العصابه. يعني هاد العصابه هادي ما يديو منه لا حق ولا باطل، ولكن القاتل حد الآن مجهول. حد الآن يقدروا يغامروا ويقولوا بأنه هذا مول أجزاء السيارة، ولكن أنا لا أعتقد، وخي يجي يقر، أنا لا أعتقد بأنه يكون واحد اللي نفذ هذه العملية وواحد اللي دخل للدار. ما يمكنش واحد يتغلب على 6 وهما ما يغوتوا ما حتى شي حاجة. هنا الحقيقة هتبان بأنهم 4 أفراد، 4 أفراد، واحد اللي كان جاب له أول مرة أجزاء، والآخر باعهم بالثمن، والثلاثة من هاد العصابة اللي كتاخد السيارات بالفعل و كتبيعهم اطراف، محرك، بيبان، كوفر، كل شيء. فهنايا ما كنشوفوا بواحد الجانب اخر ديال الانسانيه. هنايا تقتل اخاك المسلم على بعض فرانكاز او على بعض يعني الاشغال بينك او بعض الخلافات، فهذا لا يجوز. يعني وصلت بك للدرجه، انت ما بقيتيش واحد الانسان، انت ما بقيتيش واحد الانسان. يعني هنايا كتولي حيوان مفترس رضيع، رضيع يعني تفعلوا بهذيك الطريقه، يعني كانك راك انتقمتي، كانك راك رجل وانت غاش مات، وانت عارف بانك راك مات مناش،
راه واخا تبقى غابر، راه السلطات المغربية الحمد لله راها تلقى جابتك في 24 ساعة ما كاملاش، وثلاثة تشدو في القنيطرة، وآثار الحريق كان على رجليك، الشيء اللي خلاك دغيا تعرف ودغيا يشدو. حنا نهضرو كما قلنا لكم اخوتي على الجانب الانساني، اللي دير في خوك المغربي هاد الشيء هذا على بعض الدراهم، ف سمحوا لي اخوتي على هذه الكلمه، فعندك برطيطه ماشي اقل، يعني دير هاد الشيء هذا، فلا يمكن باش يفلتك القانون المغربي على هذه العقوبه انت والمشاركين تاعك. انا كنتمنى بان الحكم يكون اقصى العقوبات، ويكون عبره لبعض الاخرين باش يتربوا مزيان وما يعاودوش يديروا هذه الافعال. يعني رضيع ما رحمتيش، فكيفاش انت هتبقى طالق حر وانت رضيع ما رحمتيش؟ رضيع اللي ما داير حتى شي حاجه، ما دار لك والو، الزوجه نتاعو كذلك ما دارت لك والو، كنتي صفيتي ما بينك وبينه حسابات. واخا انا ما تنشجعش على هذا الشيء، حيت كاين قانون في المغرب اللي يمكن لك تمشي عنده وتفهم، هو راه يجيب لك الحق نتاعك. حنايا ما عايشينش في واحد الغابه، حنا عايشين في واحد الدوله اللي هي ديمقراطيه، فلا يعقل بأنك إنسان. أنا كنتمنى يعني من هذا المنبر تاخذ أقصى عقوبات نتاعك، والسلطة أصلا راه هي اللي عارفة شغالة وعارفة شنو كدير.